خلال جلسة الاستماع في قضية الوثائق السرية التي رفعتها الحكومة ضد الرئيس السابق ترامب، سيجادل فريق دفاعه بأن حقوق ترامب في الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت، عندما داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ممتلكاته في مارالاغو. فريق الادعاء مع المستشار الخاص جاك سميث رد على جهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإسقاط قضية الوثائق السرية، وتحديداً بشأن كيفية تعامل المحققين مع المواد التي تم العثور عليها في الصناديق أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي في مارالاغو عام 2022. ممثلو الادعاء فندوا مع العديد من الصور التي لم تعرض من قبل وملف مكون من 30 صفحة بالتفصيل عملية البحث، ونقدوا حجج ترامب القانونية. محاولة ترامب الأخيرة لإسقاط القضية أتت بعد أن اعترف المدعون بأن بعض الوثائق خرجت عن النظام داخل صناديقها الفردية بعد أن استولت عليها الحكومة، وجادل محامو ترامب سابقا بأنه نظرا لتغيير ترتيب المحتويات في الصناديق فأن ذلك يؤثر على قدرتهم على بناء دفاع حول وقت وضع مواد سرية معينة في كل صندوق بالنظر إلى مكان وجودها داخل مارالاغو.